اهلا بكم مشاهدينا وهمزه وصل جديده نفتح بها دوما بابا للحوار بيننا وبينكم. اختتمت اعمال المؤتمر الاول الوطني للشباب بمدينه شرم الشيخ، وتابعنا الكثير من جلسات النقاش المفتوحه بين جمهور الشباب وايضا جمهور المختصين والمتخصصين والقيادات السياسيه في الدوله وعلى راسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. كانت جلسات الحوار مثمره هادفه، خرجت بالكثير من التوصيات والنتائج، ومهمتنا اليوم هي محاولة الاطلاع على أهم هذه التوصيات وقدرة هذا المؤتمر على أن يوجد مناخ حقيقي للتحقيق أو لتحقق هذه التوصيات في صورة نتائج فعلية وأعمال حقيقية على الأرض. ولذا سؤال حلقة اليوم في هذا الإطار، برأيك كيف يمكن البناء على نتائج مؤتمر الشباب؟ السؤال مرة أخرى، برأيك كيف يمكن البناء على نتائج مؤتمر الشباب؟ ويمكنكم التواصل معنا عبر مواقع المختلفة في فضاء الإنترنت وهي فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايبي، إنستغرام، عبر همزة وصل إي جي، همزة وصل إي جي. يمكنكم تسجيل آرائكم والتفاعل معنا اليوم في موضوع الحلقة الذي أعتقد أنه يهم قطاع كبير ممن تابعوا فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ ويهمهم تسجيل آرائهم. دعونا أولا نتابع تقرير عن أهم فعاليات المؤتمر والتعليق عليه وعودوا لنا لبدء الحوار. بداية عصر جديد من التواصل بين شباب مصر بكل انتماءاتهم وبين بلدهم. بتلك الكلمات وصف الشباب نتائج وتوصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي اختتم أعماله بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. الشباب رأوا أن قرار الرئيس بعقد لقاءات شهرية وسنوية لشباب مصر سيدعم التواصل المستمر مع المسؤولين وبين شباب مصر من كل الانتماءات والمحافظات. وفي ختام المؤتمر الأول للشباب بشرم الشيخ أشاد الرئيس بالشباب المصري وما يتمتع به من حماس وقدرة على التطور والتنمية وإثبات وجوده وتحقيق ذاته والتعبير عن آماله وطموحاته، مشيرا في الوقت ذاته إلى حرصه على لقاء الشباب وسعادته بالاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم الرامية إلى تحقيق التقدم والتنمية وإعلاء كلمة الوطن لتصبح هي العليا بين الأمم. هذا وكان الرئيس السيسي قد أعلن في ختام المؤتمر عن مجموعة من القرارات المتعلقة بالشباب، من بينها تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا. كما تشمل القرارات أيضا تأهيل الكوادر الشبابية سياسيا واجتماعيا وأمنيا واقتصاديا والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة نحو عقد مؤتمر شهري للشباب، وأيضا دراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر. في سياق التقرير الذي شاهدناه سويا عرضت الكثير من النتائج التي وصل إليها المؤتمر الوطني الأول للشباب والتي بالفعل رفعت كتوصيات للجنة مختصة للعمل على تحقيقها، ومنها الكثير من النقاط الحساسة والهامة والتي طال الحديث عنها من قبل وطرحت هذه المرة للنقاش الحقيقي أمام المسؤولين. ترى ما هي أهم آرائكم التي تم تسجيلها؟ آلاء حامد رصدت لنا هذا، فماذا لديك آلاء؟ أهلا بك مجدة، أهلا بكم مشاهدينا. بالفعل مجدة هناك حالة كبيرة من التفاؤل بعد هذا المؤتمر الوطني للشباب والذي عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ، مع التأكيد على ضرورة البناء على هذا المؤتمر واستغلال بالطبع طاقات الشباب في مختلف المجالات. هذا ما يؤكد عليه عدد كبير من مشاهدينا من خلال مشاركتهم معنا عبر صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي نتعرف سويا على أول مجموعة منها. معنا البداية من محمد العريشي صديق البرنامج، يقول: الحقيقة أنا أرى السيد الرئيس قدم للشباب فرصة ذهبية لو استغلها كل شاب فسوف يكون لمصر شيء آخر. أنا أرى أن المؤتمر عندما تتحقق توصياته لن يكون للشباب أي
حجج ممن يظنون أن الدولة تتجاهلهم وعليهم أن ينتفضوا لبناء مستقبلهم وبناء وطنهم أيضا. اسمحوا لي أن أرسل رسالة إلى الشباب المتكاسل: إن السماء لا تمطر ذهبا أو فضة، الدولة يحاك لها المؤامرات في كافة النواحي المعيشية، وعليكم أن تتصدوا لهذه المؤامرات بالعمل واليقظة للحفاظ على مستقبلكم ووطنكم. أما المجموعة القليلة من الشباب التي تم التأثير على عقولهم من أهل الشر، فالقانون سيتصدى لهم بكل صرامة وسيكونون هم الخاسرين. عودوا إلى ثوابكم قبل فوات الأوان. وشكرا لأسرة البرنامج. شكرا محمد. عويضة عويضة أيضا صديق البرنامج الدائم يقول: الشباب هم خير المستقبل، وهم الذين يصنعون التاريخ ويصدروه إلى جميع دول العالم في كل العصور. ولاحظنا ذلك في مثلا مؤخرا مباراة الزمالك وسان داونز الأخيرة، والطريقة الحضارية التي ظهر بها كل شباب مصر وليس فقط جمهور نادي الزمالك. ولقنوا دروس تعليمية في تشجيع ودعم الفرق الرياضية وكيفية مؤازرتها، وأيضا لهم طموحات ويجب على الدولة مساعدتهم لتحقيق أهدافهم بنجاح. وبالنسبة لنتائج المؤتمر الوطني للشباب فهي مطمئنة بكل خير نحو الأفضل. وشكرا لأسرة البرنامج. شكرا عويضة. أيمن الأنصاري يقول: يمكن البناء على نتائج مؤتمر الشباب ومساعدة الحكومة والجهات المختصة للشباب وإزالة أي شيء يتصدى لهم والمتابعة المستمرة معهم. ويمكن أيضا البناء لنهضة وطن من خلال النظر إلى متطلبات الدولة وأهمها من خلال الإنتاج والصناعة والزراعة والاكتفاء الذاتي، ثم التصدير وأيضا التصدي ووضع حلول للنظافة والبطالة والإسكان والفقر ورفع المستوى المعيشي والغلاء. وهذا كله خطر دولي وأمني، إذ ينتج عن كل ذلك الفوضى والجهل والإرهاب وعدم الانتماء إلى الوطن. فعلينا الحذر في اتخاذ المسؤولين بعض القرارات، وعلينا أيضا مراجعتها ومعرفة مدى العواقب التي تعود على المجتمع لمثل أي قرار من أي مسؤول. وعلى شباب المؤتمر وكل رجال مصر العمل بجهد في هذه الفترة. إذن مجدة، كما تبعتي معي، هذه أول مجموعة من آراء مشاهدينا حول موضوع الحلقة. ما زلنا بالطبع في غرفة المتابعة الإلكترونية ننتظر المزيد لنعود ونستعرضه معكم مرة أخرى، ولكن الآن إلى بداية الحوار مع مجدة القاضي. إليك مجدة. شكرا لك يا لاء حامد على ما قدمتيه من آراء ومعلومات حتى الآن. سأعود إليك مجددا بالتأكيد للمزيد من التواصل. الآن جاء دور الاتصالات التليفونية. سنفتح الحوار الآن حول مدى قدرة المؤتمر الوطني الأول للشباب حول إحداث نوع ما من أنواع الحراك السياسي في المجتمع المصري، ليس فقط على مستوى الشباب الذين أقيم باسمهم هذا المؤتمر، ولكنه كان حالة سياسية لدى المواطن المصري بشكل عام الذي اهتم بهذا الحدث الذي يعتبر الأول من نوعه في المناخ السياسي المصري. دعونا نتوجه بالسؤال للمختصين في هذا الإطار. ومعنا على الهاتف دكتور محمد غنيم رئيس لجنة الشباب بحزب المحافظين، وأيضا الأستاذ محمد فريد أمين من الشباب بحزب المصريين الأحرار. أرحب بضيفين الكريمين وأبدأ الحوار مع دكتور محمد غنيم رئيس لجنة الشباب بحزب المحافظين. أهلا بك دكتور محمد. اهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنه وانتم طيبين. لان انا اطلقت على المؤتمر الوطني الاول للشباب هو عيد الشباب. نعم دكتور محمد، حينما نتحدث عن المؤتمر الوطني الاول للشباب فما يعنينا هنا هو قدره هذا المؤتمر على القاء حجر في المياه الراكده سياسيا بقدرته على دفع الشباب للتاثير السياسي في هذا المجتمع، اي نوع من انواع الحراك السياسي الحقيقي، بان نقول للشباب من خلال رساله هذا المؤتمر: أنتم جزء من صناعة سياسة ومقدرات هذا الوطن. إلى بأي قدر استطاع هذا المؤتمر أن يؤكد على هذه الفكرة؟ أقول لحضرتك حاجة. في البداية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أزال الجدار المتعارف عليه على مر العقود والسنين بين رأس النظام أو رئيس الدولة وبين الشباب. نعم. أزال هذا الجدار أولا. الحاجة الثانية أن الشباب الذين حضروا المؤتمر كانوا من كافة التيارات السياسية وشباب الجامعة وشباب البرنامج الرئاسي. يعني طبعا احنا مش هنقول لكل دول شباب مصر، لكن عشان في ناس كتير زعلانة انا ما راحتش المؤتمر، لكن احنا بنقول ان هو يعتبر تمثيل مشرف للشباب السياسيين وشباب الاحزاب والجامعات والبرنامج الرئاسي. نعم. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، مشاركة الشباب في ورش العمل وفي الجلسات العامة التي اقيمت، وهي مواضيع هامة تهم المواطن المصري وتهم ايضا كل شاب سياسي، لانه شامل المواضيع السياسيه والمواضيع الاقتصاديه وورش عمل مختلفه ايضا في هذا المؤتمر. نعم.
دكتور محمد. ايوه يا فندم حضرتك معلش بس الشبكه بس فيها مشكله ممكن بس في الاتصال بس سامع حضرتك كويس كده. نعم. يا فندم دكتور محمد هل ترى ان هذا ما تم من مناقشات باي قدر هو خطوه في عمليه احداث الحراك السياسي واقناع الشباب الذي ظل مهمشا على مدار فترات طويله بل عقود بعيدا عن الممارسه السياسيه الحقيقيه؟ هو بالفعل هذا المؤتمر هو البدايه الحقيقيه لمشاركه المشاركه الفعليه للشباب. نعم. في العمل من اجل مصلحه هذا الوطن، ويمكن في توصيات سياده الرئيس في الجلسه النهائيه التي اصابتنا جميعا بالفرحه والجديه في العمل فعلا، واكتشفنا فعلا يعني ان احنا تعبنا على مر السنين الماضيه كلها فعلا هيكلل بالنجاح. سياده الرئيس اعلن في توصياته يعني وفرح جميع جموع الشباب والشعب المصري ان اللي عايز يشتغل ويدعم الدوله احنا هنكون على تواصل معاه دائم وعلى عمل جاد. ويمكن احنا كشباب احزاب اجتمعنا في اليوم الاخير ما يقرب من 22 حزب ممثلين لكافه التيارات السياسيه بان نكون كرجل واحد في اللجان التي سوف يشكلها سياده الرئيس ورئاسه الجمهوريه بدءا من الغد لمتابعه توصيات المؤتمر، ومن الناحيه الاخرى لكل حزب له حق التنفس الداخلي في شؤونه الداخليه، ولكن في العمل الجماعي الذي سوف يمثله شباب الاحزاب نكون رجل واحد حتى نكون قوة. عظيم جدا، انت فتحت نقطة شديدة الأهمية دكتور محمد، اسمح لي أن أعود إليك على أن أتوجه بسؤال فيها لضيفي الكريم الآخر وهو الأستاذ محمد فريد أمين الشباب بحزب المصريين الأحرار. أهلا بك أستاذ محمد أولا. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. ونحن نتحدث عن فكرة الحراك السياسي الذي يمكن أن يحدثه هذا المؤتمر، كان من أهم النقاط التي يجب أن تطرح في هذا المجال هو مشاركة الشباب أعضاء الأحزاب في هذا المؤتمر. دوما حينما نتحدث عن الأحزاب المصرية نقول أن لا أثر لها على الأرض بشكل حقيقي، على الرغم من أنها القنوات الحقيقية التي يمكن من خلالها أن يمارس الشباب أدوارهم وتوصيل آرائهم. هل ترى أن هناك الآن فرصة لأن يتواصل شباب الأحزاب ويؤثروا بشكل حقيقي على الأرض من خلال توصيات وقرارات هذا المؤتمر وكيف؟ طيب في البداية بس خليني أوضح حاجة، فكرة أن الأحزاب مش موجودة على الأرض أو الأحزاب موجودة على الأرض، إحنا بنقيس ده إزاي؟ إحنا بنقيس ده بالمشاركة السياسية، بنقيس ده بنتائج الانتخابات، إحنا لما كان عندنا انتخابات البرلمان شفنا أن البرلمان وليس الاحزاب نشأة وليدة، وفي ظل قانون الانتخابات بيدعم النظام الفردي لقينا في نهاية الأمر إن إحنا في عندنا حوالي نص البرلمان حزبي، في تمثيل حزبي ما حصلش قبل كده، هذا العدد الكبير من الاحزاب الممثله في البرلمان ده ما حصلش قبل كده من اعتقد من 52 حتى هذا اليوم، فده اول مؤشر على ان في حاله سياسيه، في حاله زخم سياسي. الامر الثاني ان الاحزاب معظمها ما زال وليد وان التجربه السياسيه ما بتجيش. استاذ محمد انا اريد منك ان ترفع صوتك قليلا معلش. سامعاني كده يا فندم؟ ايوه كده صوت اوضح. اوكي. الامر الثاني ان الممارسه السياسيه بتيجي عن طريق خلال وقت. احنا ما نقدرش ان احنا نقول النهارده ان احنا عندنا العمل السياسي عمل تراكمي، وفي نهايه الامر المساله بتبقى خطوه ورا خطوه، بنقدر ساعتها نبني الحياه السياسيه ونبني النظام السياسي الحقيقي. النهارده عندنا احزاب اعمارها معظم الاعمار الاحزاب خمس سنين اربع سنين وحتى اقدامها نشا في السبعينيات، ففي نهايه الامر كل دي اعمار قصيره جدا مقارنه بالاحزاب في العالم كله. الحاجه الثانيه ان الممارسه السياسيه الحقيقيه احنا بدانا نشوفها لسه مؤخرا من سنوات قليله لا تتعدى الخمس سنوات. عظيم. فخلينا ما نبلدش نفسنا وخلينا دايما نبص لقدام وخلينا دايما نشوف دايما في صحه للتحسن، لكن في خطوات اتقطعت خلينا ما نبدلش من هذه الخطوات. الامر الثاني المهم ان طبعا المؤتمر كان حدث تاريخي. حدث تاريخي لاننا النهارده اول مره بنشوف هذا الجمع بين مختلف التيارات السياسيه، تاكيد على فكره التعدديه، تاكيد على فكره الديمقراطيه، وهو ده الاساس لاي عمليه سياسيه سليمه. الاهتمام الشديد الرئيس الجمهوريه بنفسه ان هو بيحضر ثلاث ايام وبيتابع جلسات وبيكون متواجد في النقاش وبيشارك في النقاش، وجود الحكومه كلها والوزراء كلها والخبراء كلهم موجودين وبيناقشوا مع الشباب، بيسمعوا وجهات نظرهم وبيتبادلوا وجهات نظرهم، كل ده حاجه احنا ما حصلتش قبل كده. هذا الزحف وهذا الحوار وطرح الافكار وتبادلها مع بعض، ده كل ده بيثري عمليه الحياه السياسيه وبيثري المجتمع ككل، ونقدر منه نطلع لقدام فعلا ونعمل تاثير ايجابي في حياه الناس.
الامر الثاني طبعا التوصيات بتاعت المؤتمر، وجود التوصيات بخصوص اننا نبدا نشتغل على وضع برامج وسياسات كاحزاب سياسيه، نحن نشتغل على وضع برامج وسياسات متعلقه بتعزيز ثقافه العمل التطوعي خاصه فيما يتعلق بنحو الاميه. احنا كمجموعه احزاب سياسيه زي ما الصديق العزيز محمد كان بيقول، عملنا اجتماع في نهايه المؤتمر على هامش المؤتمر، اتفقنا فيه ان احنا هنشتغل مع بعض ونصل مع بعض وتنوعنا ده حاجه ايجابيه جدا، قد يكون بيننا وبين بعض اختلافات كثيره جدا في التوجهات الايديولوجيه او عندنا حلول متنوعه لنفس المشكله، وده حاجه كويسه جدا وهو طبعا فعلا ده يقدر يخلينا نتقدم، هو ده اللي بيثري التجربه في اتفاقنا على ده. خرجنا من الاجتماع بعد ما سمعنا توصيات المؤتمر، وكانت هي مفاجاه ساره جدا لينا، وكان شعور غامر بالفرحه والسعاده من التوصيات دي. ما اخدناش وقت، خلال ساعه كنا مجتمعين ومتفقين ان احنا خلال هذا الاسبوع ان شاء الله هيكون في عندنا اجتماع او مؤتمر صغير هنعرض فيه بعض البرامج والسياسات. عظيم. اذا كانت النتيجه المباشره على الاحزاب من وجهه نظر استاذ محمد فريد امين الشباب بحزب المصريين الاحرار هو نوع ما من انواع الاتفاق السياسي ما بين شباب الاحزاب المصريه الموجوده حتى الان، على الرغم من اختلاف افكارهم او ايديولوجياتهم او توجهاتهم في الحلول المختلفه للقضايا السياسيه التي تمر بها مصر على أجندة أو توجهات مختلفة. أستاذ محمد سأعود إليك مرة أخرى للمزيد من الحوار، لكني سأتوجه بالسؤال لدكتور محمد غنيم رئيس لجنة الشباب بحزب المحافظين. مدى نجاح الأحزاب في الوصول لاتفاق حول بعض النقاط والتفاهم مع الحكومة في الفترة القادمة على مطالب أو توصيات أو أفكار، هل يمثل قدرة على قياسنا لحالة الحراك السياسي التي أحدثها المؤتمر من وجهة نظرك أم ماذا؟ استكمالا لكلام اخويا وصديقي العزيز استاذ محمد فريد، هو بالفعل بدايه ناجحه. انا عايز اقول لحضرتك برضو حاجه، احنا بعد ما خلصنا الاجتماع اللي عملناه على هامش المؤتمر اصرينا ان شباب الاحزاب وامناء شباب الاحزاب يدخلوا القاعه في الحفل الختامي ويجلسوا بجانب بعض، يعني محدش فينا حتى تسارع ان هو يقعد قدام زي في الجلسه الافتتاحيه وكده، لا قلنا نقعد كلنا جنب بعض. واول ما سياده الرئيس اعلن عن ملف محو الاميه الذي اسند له شباب الاحزاب، كلنا يعني كلنا قمنا بكينا ان فعلا بقى في حراك سياسي في الدوله، في فاعليه فعلا وللاحزاب، لان كان دايما زي ما اخويا محمد فريد قال ان يعني في احزاب عمرها 4 سنين و5 سنوات وشباب كتير عنده حاله من العزوف عن الحاله السياسيه نتيجه التعب والحزب في مصر، فما لقينا فعلا ان احنا بقى في تفعيل لدور الاحزاب والتواصل بجدية مع الحكومة ومع رئاسة الجمهورية في الفترة القادمة باللجان المعنية بالملفات زي ما قلت لحضرتك، لا ده سهل فعلا، ده حراك سياسي لم تشهده مصر من قبل، لأن فعلا أكررها تاني سيادة الرئيس أزال الجدار المتعرف عليه بين رأس النظام وبين الشباب، وإن شاء الله بإذن الله سيادة الرئيس وعد إن في اجتماع شهري مع الشباب. نعم. قد نكون يعني مش شرط ان احنا الاحزاب اللي حضرت كلها تمثل، ممكن يمثل مننا 3 أو 4، لكن ان احنا وصلنا له ان عندنا غالبا اول اجتماع ان شاء الله يبقى في مقر حزب التجمع يوم السبت القادم، هنعمل بعديها ده فعليا هيكون لقاء بيجمع الاحزاب؟ ده فعلا احنا فعلا يا فندم، يعني استاذ محمد فريد يمكن بدا بالموضوع امبارح واعلن على الجروب الخاص بامناء شباب الاحزاب ان احنا اول اجتماع لينا غالبا هيبقى السبت القادم، هنبدا نعملها طبعا في مقر كل حزب من المنضمين في الائتلاف، علشان طبعا برضو ايه يعني عملنا النهارده مثلا في التجمع، بكره في المحافظين، بعده في المصريين الاحرار. ده هيكون الهدف منه اجتماع السبت القادم يا دكتور؟ اولا الملف المسند لشباب الاحزاب الخاص بمحو الاميه، وعايز اوضح ان محو الاميه ليس المقصود بها من لا يجيد القراءه والكتابه، ولكن محو الاميه التعليميه والسياسية والفكرية والإعلامية والدينية، يعني جميع شتى المحاور التي تخصصنا نقول عليها التثقيف بمعنى أعم يعني وأشمل. نعم. هو في ناس يمكن فاهمة محو الأمية ده ملف بسيط، لا ده ملف قوي يضم كل سياسات الدولة. نعم. والمجتمع المصري محو الأمية فكرية. أيوة فهمت، أنا قلت سعادتك بكل حاجة في جميع النواحي والعلمية والعملية، وإزاي بقى إن احنا نعمل فعلا يعني حراك سياسي صاحب الشارع، حتى الشاب المصري النهارده الشاب الجامعي او الشاب في مرحله تنين التعليم الثانوي. نعم. عندما يجد دور حقيقي للاحزاب في الفتره القادمه سيكون من السهوله الانضمام للاحزاب، ويكون هناك حراك سياسي في الدوله، لان طبعا عشان نوضح نقطه
أن الجهة الشرعية لممارسة الحقوق السياسية هي من خلال الأحزاب، مع احترامي تام للائتلافات والحركات التي أثيرت في السنوات الماضية، نعم. ولكن الممارسة السياسية الحقيقية من خلال الأحزاب السياسية. ده بنتمنى أن تكون الأحزاب السياسية واحدة من القنوات التي يستطيع من خلالها الشباب التعبير عن وجهة نظرهم السياسية وأيضا الاشتراك بشكل حقيقي فيها. دكتور محمد غديم رئيس لجنة الشباب بحزب المحافظين، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وما أبديته من رأي في هذا الحوار. أتوجه لضيفي الكريم أستاذ محمد فريد أمين الشباب بحزب المصريين الأحرار وأسأله أيضا كيف تقيس نجاح هذا المؤتمر قياسا بالتوصيات التي خرج بها في الفترة القادمة في قدرة الأحزاب على التعاون سويا في الفترة المقبلة. خروج التوصيات كان بيتماشى تماما مع حالة المطالب اللي موجودة عند الطاعات واسعة جدا من الشباب، بس الطاعات واسعة جدا من الشباب سواء الشباب السياسي أو الغير السياسي. فيما يتعلق بشغلنا كأحزاب سياسية زي ما قلت حضرتك، الأمر بالغ الأهمية اللي ذكر في التوصية إن دور الأحزاب السياسية إن هي تصنع سياسات وبرامج، مش إن هي تنزل توزع زيت وسكر، مش إن هي تشتغل شغل مجتمع مدني. الكلام ده كان واضح بصورة قطعة جدا. احنا اخذنا المبادرة دي وبدأنا اشتغلنا عليها بالفعل. عندنا السبت الجاي اجتماع هنعرض فيه اوراق سياسات وبرامج في تعزيز ثقافة العمل التطوعي في علاج نحو الامية. دي مجرد بداية، اعتقد في ملفات كتيرة جدا هنقعد نتناقش فيها، اعتقد في امور كتيرة جدا. سؤالي الاخير بس نظرا لضيق الوقت يا استاذ محمد، هل سوف تعملون على التوصيات، على بلورة التوصيات؟ طبعا، ما هو الاجتماع بتاع السبت الجاي ده هو استجابه للتوصيات. التوصيات كانت اول توصيه خروج برنامج لتعزيز الطب العمل. نحن ايضا سوف نكون متابعين لكم كاعلام وكواحده من القنوات الاخباريه التابعه للدوله في متابعه هذه التوصيات والى اين ستسير بشكل حقيقي، وكقنوات التواصل ما بينكم وبين مؤسسات الدوله كقياده وما بين الاحزاب، سيهمنا رصد هذا بشكل حقيقي في الفتره القادمه. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد فريد أمين الشباب بحزب المصريين الأحرار، أشكر ضيوفي في الكرام في هذه الفقرة وأتوجه إلى الشارع المصري حيث هذه اللقاءات المتعددة لنرصد الآراء. مؤتمر الشباب ده كان موضوع كويس جدا، بيخلق فرص جديدة للشباب، كان موضوع هادف جدا. طبعا ده كله لمصلحة البلد، وبيدل برضو ان البلد فيها شباب حلو وفي افكار جميله وعنده برضو فكر. الناس واخده فكر عن الشباب المصري ان هو بيقعد على الفيسبوك والتواصل الاجتماعي وشباب ما عندوش وعي ولا عنده يعني خطه للعمل. بالعكس، الشباب بتاعنا من احلى شباب العالم. الشباب عايز حاجه ملموسه على ارض الواقع، مش عايز كل مره مؤتمرات وكلام. الشباب عايز حاجه على ارض الواقع. مؤتمر الشباب عامة يعني يا ريت ان هو يتعمل زي ما هم بيتكلموا، يعني زي ما بيقولوا مثلا هنعمل كذا اساسيات كبيرة واساسيات صغيرة. بس المشكلة مش في مؤتمر الشباب او اي مؤتمر تاني اتعمل او اي مؤتمر زمان او اي مؤتمر دلوقتي. المفروض ان احنا دلوقتي نشوف ارض الواقع بتاعتنا ايه اللي محتاجه الشباب ونعمله. حاجة جميلة جدا، ويا ريت طبعا لما هتتكرر كل سنة بتدينا احساس بان فعلا في شباب واعي ومثقف وفاهم كويس قوي، وممكن قوي يبقى نواه لرجال عظماء في المستقبل. والله دي خطوه ممتازه من النظام بتاعنا انه بدا يتفاعل معانا ويحس بينا ويحس احنا بنفكر ازاي، وان احنا عايشين معاهم وهم مش دوله غريبه عننا، وانه ودي خطوه ايجابيه ليهم. أهلا بكم مجددا. دعونا نحصد الكثير من الآراء الأخرى مرة هذه المرة مع آلاء حامد عبر فضاء الإنترنت. ماذا لديك يا آلاء؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بالفعل مجدة ما زالت ترد إلينا الآراء حول موضوع الحلقة، والتي نعود ونستكمل معكم مجموعة أخرى منها الآن. معنا عبد الناصر الحميدي يقول: أولا، عاشت مصر الحبيبة حرة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيشها الباسل وكل مؤسساتها وشعبها العظيم. ثانيا، السيد الرئيس رسم خريطة الدولة المتقدمة في كل المجالات، وعلينا نحن شعب مصر العظيم وخاصة فئة الشباب بذل الجهد والعمل من أجل تقدم وازدهار بلادنا.
أبو علي نصر خليفة يقول يمكن البناء على نتائج مؤتمر الشباب بالاستفادة من البيانات وكل ما توصلوا إليه في المؤتمر من توصيات وأفكار تم طرحها، فيجب تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع، كما يجب الاستغلال الأمثل لطاقات الشباب في شتى المجالات العلمية الحديثة والابتكار والصناعة، ويجب أيضا الاستغلال الأمثل للشباب المبدع والمبتكر ووقوف الدولة بجوار هذا الشباب ودعمهم فنيا وماديا والسعي لحصولهم على براءة اختراع لابتكاراتهم، لأن لدينا كثير من الشباب أبدع وابتكر ولكن للأسف لم يجد الفرصة، فربما تستغل دول أخرى، وعلينا استغلال طاقة الشباب لنكون من أفضل الدول، لأن مصر ولادة ومعظم المتفوقين في مجالات الطب والكيمياء والفضاء وغيرها مصريين، فيريد الدولة تقوم بتنفيذ كل القرارات والأفكار التي توصلوا لها، ويجب دمج الشباب في العمل السياسي والإداري والصناعي وحتى البحوث الزراعية، يجب دمج الشباب المتفوق من كليات الزراعة لأن بها الكثير من الشباب المتفوق. ممدوح أبو عاصي يقول يمكن البناء على نتائج مؤتمر الشباب بالدراسة الجيدة للنتائج والقرارات التي تم اتخاذها وتحليلها تحليل جيد قبل تنفيذها، وذلك من خلال أساتذة وعلماء لاتخاذ القرارات قبل تنفيذها، وتكون مبنية على دراسة لتكون في صالح مصر وشعبها. وتحياتي لأسرة البرنامج، تحياتنا لك أيضا ممدوح. علي محمود يقول الطريقة الوحيدة هي للبناء على نتائج مؤتمر الشباب الوطني هي إبعاد الفاسدين عن طريق الشباب، لأنهم من سيعرقلون طريقهم، وأستعير هنا كلمة الرئيس: أهل الشر لن يتركوهم وسيعرقلون مسارهم ليصيبوهم بالإحباط. ناصر سرور يقول نحن دائما في مصر عندنا الروح والإرادة والعزيمة، ولكن للأسف سرعان ما تنتهي وينتهي معها كل شيء، ولكن نأمل إن شاء الله مع الرئيس الوطني، نأمل معه الكثير ومع تطبيق هذه القرارات، وعلينا عدم التكاسل وأخذ هذه القرارات مأخذ الجد والمراقبة والمشاركة من قبل البرلمان، ساعتها يكون هذا المؤتمر أتى بثماره الطيبة. إذن مجدة كما تابعتي معي، هذه أيضا هي مجموعة أخرى من أراء مشاهدينا حول موضوع الحلقة، ما زلنا في غرفة المتابعة الإلكترونية نتواصل معكم ونستقبل كل الأراء، ربما نعود مرة أخرى لنستعرض مجموعة منها، ولكن الآن إلى استكمال الحوار مع مجدة القاضي. إليك مجدة. شكرا لك آلاء حامد على كل ما قدمتيه من قراءة لآراء متابعينا ومشاهدينا عبر فضاء الإنترنت. أتابع معكم المزيد من الحوار مع ضيوفنا عبر الهاتف. كانت هناك الكثير من القرارات وتوصيات الهامة في سياق المؤتمر الوطني الأول للشباب، كانت أهم هذه القرارات التي خرجت من خلال الحوارات المختلفة مع الشباب وأيضا المتخصصين. ربما اعتبر البعض الحديث في ختام المؤتمر عن تشكيل لجنة وطنية لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين كواحد من أهم النقاط التي تم إثارتها في هذا المؤتمر، أيضا مناقشة دور الإعلام وضرورة تفعيل الكثير من الأمور في مجال الإعلام، منها ميثاق الشرف الإعلامي ودور يعني وجود هيئة تجمع الإعلام وتكون مشرف عليه بشكل حقيقي. الكثير من النقاط أدرجت في شكل توصيات، فماذا عن فعاليتها في الفترة القادمة وأهميتها حينما تفعل؟ هذا ما سوف أطرحه مع الضيوف في ما تبقى لي من وقت اليوم في همزة وصل. ومعي في هذه الفقرة دكتور أسامة ناوي، أستاذ التدريب والإدارة، دكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد. وأبدأ الحوار مع دكتور أسامة ناوي، أستاذ التدريب والإدارة. أهلا بك دكتور أسامة. أهلا بك أفندي، وتحياتي لكل مستمعي ومشاهدي النيل الأخبار. دكتور أسامة، نحن أمام تجربة فريدة بالنسبة للشعب المصري، وهي تجربة التواصل مع القيادة السياسية بشكل واضح وليست قناة اتصال من الصاعد للهابط كما كنا نتعلمها في كليات الإعلام، بل هنا الحوار متبادل وهناك استماع من قبل القيادة السياسية لآراء واضحة ومباشرة بشكل كبير من قبل الشباب. هل ترى أن في هذه الخطوة إحداث تغيير في إيمان وعقيدة المصريين عامة والشباب خاصة في الفترة القادمة عن حقيقة المشاركة السياسية؟
الحقيقة احنا مش عايزين نبص للمؤتمر ان هو كان حدث موجود في تاريخ مصر، ولكن عايز استعيد الكلمة التي قالها السيد الرئيس في ختام المؤتمر حينما قال انه من اجمل وافضل 3 ايام في تاريخ مصر الحديث. نعم. لم يكن احد متصورا اطلاقا ان يكون المؤتمر يعقد في نهاية العام. كنا دائما وابدا حينما يكون هناك عام للشباب عاهدنا في العهود السابقة ان المؤتمر يطلق في بداية العام، وتخرج دائما التوصيات في شكل يعني بعض التوصيات التي سيتم تنفيذها في المستقبل، ولم يكن هناك متابع، ولكنه حدث وانتهى وسجل على الأجندة السياسية. ولكن هذا المؤتمر الحقيقة خرج بشكل جديد، خرج بلغة جديدة هي لغة التواصل الجيد مع الشباب. ليس التواصل حينما ينتهي المؤتمر، ولكن نحن رأينا من الوهلة الأولى من اليوم الأول أن الرئيس يمسك بورقة وقلم ويدون بكل اهتمام وحرص ملاحظات الشباب. بس أنا عندي حقيقة نقطة خلاف صغيرة جدا، يجب ألا نختصر ونختزل النتائج العظيمة اللي خرج بها المؤتمر في ملفين يمكن لأي يعني لجنة تنفيذية صغيرة إنها تقوم بها، وهي ملف المحبوسين ولهم طبعا. لا أنا ذكرتهم يعني فقط يعني دكتور أسامة، أنا ذكرتهم فقط على سبيل الذكر. هناك العديد من النقاط التي تم إدراجها كتوصيات في وكثير من النقاط التي تم إدراجها في الندوات في دائرة النقاش، لكن يمكن هذه الأشياء تصدرت الأمر بشكل كبير. كده. أنا لا مش بتكلم طبعا على هذا البرنامج الراقي همزة وسط، ولكنه أنا بتكلم على الأطروحات الموجودة على المجال الإعلامي منذ انتهى المؤتمر الوطني للشباب. أنا شايف الحقيقة إن إحنا بنعيش تجربة جديدة، ألا وهي تجربة القنوات المفتوحة أو الباب المفتوح مع أعلى نقطة تنفيذية في الدولة. أنا رأيت من هذه التوصيات ما يلي: 1، رأيت حرص الشباب وحرص الشباب الدائم ان هم يوصلوا الرئيس مباشرة منهم كل هموم التي يشعر بها الشباب، وبالتالي من النهاردة يجب ان يعني يكون جميع وسائل التواصل الاجتماعية والسياسية والإعلامية يجب لغة ان ليس هناك صلة بين رأس الدولة والشباب، هذا يعني شيء باطل وليس له واقع. الحاجة الثانية الحقيقة رأيت ان التوصيات لم ننتظر حتى نهاية المؤتمر وتخرج التوصيات ثم تتولى القيادة السياسية تنفيذها. ولكن التنفيذات شفناها في لحظة خروجها للرئيس. في حاجة ثالثة أنا عايز أتمنها، ودي يجب ان احنا ننتبه لها جميعا كمصريين، كلمة قالها السيد الرئيس ولم تكن ابدا كلمة عابرة حينما قال انني ارى ان لابد يكون في تعديل للوضع القديم والتوصيات القديمة، وقالها كده باللغة المصرية الجميلة، قال انا مش عايز 1+1=2، انا عايز 1+1=3 أو 4 أو 5. هذه الكلمة معناها لا تنظروا إطلاقا إلى الأعداد. لو إحنا شفنا شاب زائد شاب العدد بتاعهم عبارة عن 2 شاب، ولكن كيف يتم توظيف قدرات كل شاب منهم على حدة أو مجتمعين مع بعض، وبالتالي القيمة العظمى للتوظيف هتبقى أعلى بكتير. وبالتالي أنا ودي كانت رسالة الحقيقة من السيد الرئيس، وهي إن عملية تطعيم قيادات الدولة المؤسسية زي الوزراء وزي الوزارات وزي القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة يجب من الآن يتم بعد المؤتمر مباشرة عملية مش هقول لك زرع، عملية تفويض الشباب كمرحلة أولى ثم تمكنهم كمرحلة ثانية. نعم، ربما يعني هذا هو المستهدف على المدين قصير وطويل في الفترة القادمة، هو تمكين الشباب الذي طالما تحدثنا عنه، لكنه ربما يسبق التمكين هو عملية التفكير نفسها، إحداث عملية التفكير بأن ما يحدث حقيقي على الأرض وليس مجرد أحاديث أو كلام يقال. طيب دكتور أسامة ناوي أستاذ التدريب والإدارة، أنا أشكرك شكرا جزيلا على المداخلة وما أبديته من وجهة نظر في هذا الجزء من الحوار. أتوجه بالسؤال لدكتور أشرف سنجر وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد. أهلا بك دكتور أشرف. أهلا ومرحبا بحضرتك وبالسادة المشاهدين على قناة النيل الأخبار. دكتور أشرف، أنت أستاذ للعلوم السياسية بجامعة بورسعيد وتتحدث وجها لوجه مع طلابك بشكل واضح، وربما تثار الكثير من القضايا السياسية بحكم طبيعة المادة المقدمة في كليتك وما تقدمه أيضا، فماذا عن وجهة نظرك في آراء الشباب التي قدمت في هذا المؤتمر وعن مدى فاعليتها وقياسها بالنسبة لما تسمعه من طلبتك؟ هو الحديث عن دعوة الدولة أو السلطة التنفيذية بأن تنظم هذا المؤتمر أو ورش العمل المختلفة لسماع آراء الشباب وهم
المستهدفين، فده بيعتبر توجه محمود باعتبار ان احنا هدفنا الاساسي ان احنا نعلي من حالة الرضا بين اطراف المجتمع، لان انا بعتبر ان العمليه السياسيه هو مقدم للخدمه ومستهلك للخدمه. نعم. واذا تحدثنا في موضوعات متعلقه بالتعليم او بالاقتصاد او بالاعلام فهي في النهايه هو سعي لجعل هذا المجتمع والمجتمع المصري في حاله ديناميكيه متطوره تجعل ان الدوله بدولاب عملها في اماكنها المختلفه تتطور الى الامام. نعم. فتنظيم الدوله ده شيء محمود جدا، لانه معناه هو بيقول ان انا تو واي ترافيك، يعني طريق رايح جاي، ان انا مش هفرض سياسه ولكن ساسمع ايضا بطريق اخر من المتلقي لهذه الخدمه. وطبعا ده شيء في الاساس رقم واحد محمود، ولكن انا بحب اوجه على ان دعوه السلطه التنفيذيه برئيسها الرئيس السيسي هو ده برضو تذكير لان تقوم المؤسسات السياسيه بكافه اشكالها وانواعها في الدوله المصريه ان تقوم بعملها، باعتبار ان السلطه التنفيذيه عليها اعباء كثيره في السياسه الخارجيه وما غيرها، ولكن هنا ارى ان الحل في ان ورش هذه العمل واللقاءات يجب ان ندعمها باطار المؤسسي يتعلق بلجان البرلمان المختلفه. وهنا بارجع الى تجربه الولايات المتحده الامريكيه، لان في لجان استماع في الكونغرس بتيجي بتعمل نوع من الرقابه على اداء الوزارات المختلفه او الوزير الوزراء المتعددين في تخصصاتهم، وهنا بنقدر نعمل لجان استماع متكرره طول العام لسماع اراء المهتمين بهذه الخدمه سواء في التعليم. دكتور اشرف، يعني فكرتك انا اثمنها في الحقيقه، يعني هل ترى ان عقد المؤتمر بصفه شهريه يمكن ان يتطور لمثل هذا الشكل بعد فتره او يتبلور بمعنى اوضح؟ هو طبعا كل شهر دي هتبقى يعني صعب. فتره قصيره جدا، ولكن اذا احنا تحدثنا عن مرتين بالعام ووجود طبعا رئيس الدوله بكل يعني هذا الجو اللي كان فيه شكل كبير من الديمقراطيه وفتح الذراع لسماع الاراء المختلفه دون احساس بالخوف او بالتردد، يعني كان يعني كل طرف كان له الرغبه في ان يعبر عن رايه، ولكن في النهاية نحن عايزين نضع مؤسسية في الرقابة، يعني الرقابة على الجامعات والرقابة على الجهاز البيروقراطي، وده لن يتم إلا بسماع من يتلقى هذه الخدمة. يعني أنا بالنسبة لي مثلا الطلاب في الجامعة هم طبعا عندهم اهتمامات كثيرة برؤية مصر كبيرة وعظيمة، وده طبعا شيء مشروع وأنا ببقى لكن تعيني. طبعا بيتسألوا إيه طبيعة القنوات اللي ممكن يتحدثوا من خلالها عن هذا الإطار، أنت تطرح وجود فكرة لجان الاستماع بعيدا عن فكرة المشاركة في أحزاب سياسية حتى يكون له حرية عدم ده الطبيعية لأي حزب، وبالتالي يعبر عن رأيه من خلال هذه اللجان. حقيقة أثمن وجهة نظرك دكتور أشرف سنجر أستاذ العلوم السياسية جامعة بورسعيد، وأتمنى أن تستمع القيادة السياسية لهذه الفكرة لأن أرى فيها الكثير من التواصل الإيجابي بشكل حقيقي بعيدا عن دور الأحزاب وضرورة أن ينقرض الشاب أو الفتاة في العمل الحزبي، ربما لا يفضل هذه التبعية أو هذا الانتماء. أشكرك دكتور أشرف على المدخلة والكثير من مما أبديته من وجهة نظر. أشكر الضيفين الكريمين في هذه الفقرة، ومعي ضيف آخر جديد يشرفني وجوده وهو أستاذ باسل يسري الخبير الاستراتيجي بالأهرام. أهلا بك أستاذ باسل. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ باسل، هذه التجربة حديثة على مصر، لكن هل لها سابقة تعرفت عليها من قريب أو بعيد في بعض الدول التي حاولت أن توجد هذا الإطار؟ مدى قربها أو بعدها عن أي من التجارب في الدول التي حاولت أن تخوض تجربة ديمقراطية حقيقية وبناء مؤسسات يشارك فيها الشباب بشكل حقيقي؟ الحقيقة سؤال حضرتك ده بيفكرني بالورشة العمل الأستاذ مكرم محمد أحمد أستاذنا تحدث فيها حينما قال أنه لا توجد أي دولة يتحدث فيها الشباب بشكل مباشر مع رئيس الجمهورية. ندوة الحريات. نعم. ندوة الحريات والإعلام. نعم. أنا حضرت معظم ورش العمل وكان لي الشرف بلقاء السيد الرئيس وبسؤاله، وأريد فقط أنه أنا أؤكد على أن كان هناك الكثير والكثير من الديمقراطية التي لا توجد في أي دولة من دول العالم. هذه ليست مزايدة على مؤتمر الشباب وهذه ليست مزايدة على الدور الذي قام به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنه واقع ملموس من 3000 شاب حضروا هذا المؤتمر الأول للشباب.
وأؤكد لحضرتك أنه الرئيس كان حريص تمام الحرص على يعني إذا كان يستطيع أن يلتقي بـ 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 أو يحضر كافة ورش العمل، ولكنها كانت متزامنة مع بعضها البعض، فكان يحضر ورشة عمل ويذهب إلى ورشة العمل الأخرى أو إلى جلسات الحوار الأخرى. كان الحوار منفتح تماما، لا توجد أي دولة في العالم يتحدث فيها الشباب بتلقائية مثل ما تحدثوا على مدى 3 أيام في شرم الشيخ. في كافة المجالات السياسية واقتصادية واجتماعية يتحدثون بالنقص، يتحدثون في مطالب ليست مطالب فئوية بل مطالب جماهيرية من الشباب. كان الرئيس يتلقى كل ذلك بصدر رحب، وكان يسجل مثل ما تحدث ضيفك الكريم، كان يدون كل ذلك بنفسه، وكانت أيضا القاعة تدونه، وكان منقول على عبر شاشات النيل للأخبار. إذن أنت أمام تجربة فريدة من نوعها لم تحدث في أي دولة من الدول. نعم أشكرك أستاذ باسل يسري الخبير الاستراتيجي بالأهرام. إذن عبر آراء ضيوفنا والكثير من أصداء الرأي العام التي تبعناها في الفترة القليلة الماضية منذ أن أقيم المؤتمر الوطني الأول للشباب، ونحن نقول أن المؤتمر خطوة حقيقية في إحداث الحراك السياسي كما بدأنا الحلقة، ولكن أيضا تنفيذ التوصيات والاهتمام بها في الفترة القادمة وضرورة التواصل الدائم كما أكد رئيس الجمهورية في الفترة القادمة شهريا مع شباب الأحزاب والمشاركين من الشباب في هذا المؤتمر ولما يقودون، والخطوة القادمة التي ينتظرها الجميع لإحداث الحراك السياسي على الأرض بالفعل. مشاهدينا، لم يتبقى لنا في هذه الحلقة سوى سؤال حلقة الغد، وهو كيف يمكن ضبط منظومة الإعلام وتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي؟ السؤال مرة أخرى، كيف يمكن ضبط منظومة الإعلام وتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي؟ هذا هو سؤال حلقة الغد الذي نرغب أن تشاركونا فيه بإبداء آرائكم عبر فضاء الإنترنت وتسجيلها. مشاهدينا، دوماً بيننا وبينكم همزة وصل، نفتح بها دوماً باباً للحوار. شكراً لكم.